إذن رجعنا من جديد مستمعي الكرام، المجموعة المشاهب اللي كيشرفونا وحاضرين معنا اليوم. الآن أنا ما غاديش يعني نسولكم، غادي نسول يعني واحد من الناس اللي اهتموا بشكل كبير بمجموعة المشاهب، وهذا الاهتمام ديالو الكبير خلوا أنه يشكل واحد لجنة تحضيرية، ويدير لجنة تحضيرية كتحضر الجمع عام تأسيسي لجمعية أصدقاء المشاهب. السيد وسي الخيراوي عبد الكريم، فبالرغم الالتزامات ديالو الآن هو عنده اجتماع، فهو قبل انه يدوز معنا في الحلقه، وما يمكنش يعني نكون نهضروا على مجموعه المشاهب وما نهضروش مع السي الخيراوي. السي الخيراوي مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير الحمد لله. بارك الله فيك. فانا قبل ما نسولك على مجموعه المشاهب، فبغي نعرف هذه الجمعيه ديال اصدقاء المشاهب اللي كتحضروا للتاسيس ديالها، شنو اللي خلاكم انكم تفكروا بالضبط في المشاهب؟ والمشاهب غنية عن كل تعريف، عندها بيبليك تري لارج في المغرب، في المغرب العربي، في اوروبا، فئات كثيرة من الطلبة اللي كيبنوا مع المشاهب. حنا عرفنا المشاهب منذ كان عندنا 10 سنين في العمر ديالنا 11 عام 73 74 اذا وكيحصل لنا الشرف باش كنتلاقاو حنا اصدقاء المشاهب، كنتلاقاو مع المشاهب في السهرات ديالهم فيما مشينا كنلقاو الاصدقاء كلشي، وقلنا غادي نديروا واحد الجمعيه اللي تقد تلم الشمل ديال هاد الاصدقاء وتربط العلاقات، تقوي العلاقات بيناتهم، علاقات اخوي اخ محبه، وفي نفس الوقت تكون سند للمشاهب، سند دعم معنوي ومادي للمشاهب، وتحافظ على تراث المشاهب. لان المشاهب يا اخي راه كاين بعض ديال المشاهب اللي تسجلوا في فرنسا او لا ميم في المغرب هنا في الديبي ديال الثمانينات، اللي نقارضوا ما بقيناش كنلقاوهم، كنلقاو غير اصدقاء المشاهب. دونك بغينا نعاودوا نسجلوا هذا ونحافظوا على التراث المشاهبي كله، ويتدون التراث المشاهبي، يدون في الكتاب بوركوبا باللغه العربيه والفرنسيه، لان المحبين ديال المشاهب كثار في العالم، ما تقدرش تحصيهم. هذا هو هما الاهداف ديال الجمعيه. فين وصل يعني، فين وصلت اللجنه التحضيريه يعني في التحضير ديالها لهذا التاسيس ديال الجمعيه؟ واللجنه التحضيريه بالسند ديال السي محمد صلاح الدين كيصر الرئيس ديال مجموعه المشاهب، خدينا القرار ديال الجمع العام اللي غيكون ان شاء الله نهار 28 جوان، وغادي يكون في مسرح محمد السادس. دونك حنا كنشكروا الاستاذ عبقري على الدعم ديالو، و جوست ابري الجمع العام ان شاء الله غادي تكون السهره مع الديسيدنت والمشاهب اللي غادي يشاركوا فيها جميع الاخوان الاصدقاء ديال المشاهب مع الجمهور ان شاء الله لهذه السهره. دونك حنا حضرنا واستدعات رحنا وقعناهم، غادي نصيفطوهم ان شاء الله هذه السيمانه، والسلطات المحليه ان شاء الله غادي يعلموها من هنا للجمعه ان شاء الله، والكمال على الله ان شاء الله. وكنتمنوا بالله جميع المحبين ديال المشاهب والاصدقاء ديال المشاهب يجوا يحضروا معنا يشرفونا في الجمع العام. نعم، قبل ما ربما كيسرى بغى يقول لك شي حاجه السي الخيراوي، لكن قبل ما دام انا ذكرتي المحبين يعني والجمهور المساء ديال مجموعه المشاهب، فالعضويه ديال هذا ديال المنخرطين في هذه الجمعيه، فيكفي ان اي واحد يجي عندكم يعني محب لمجموعه المشاهب يجي ينخرط معكم ولا شنو؟ لا، يكفي انه يكون اولا المشكل الاشكاليه اللي كاينه اننا اولا غادي نكونوا جمعية ديال اصدقاء المشاهد، الناس اللي مقربين بزاف مع المشاهد. نعم. كلشي كنطمحوا ان الجمعيه تكون فيها 51 ولا 100 واحد في البدايه، ومن بعد ان شاء الله غادي تنفتح الجمعيه على جميع المحبين، لان راه ماشي سهل باش دير جمعيه. انا كنقول لكم محبين المشاهد راه بالالوف، وباش تجري الالوف في الجمعيه يكون سميتو لي زادريس ميل ديالهم مضبوطين، التليفونات ديالهم مضبوطين، الاشتراكات ديالهم مضبوطين، راه سي با فاسيل. دونك حنا غنمشيو شويه بشويه، في الاول غادي يكون الاصدقاء ديال المشاهد، وان شاء الله غنحلوا جميع المحبين وفي الجمعيه ديال اصدقاء المشاهد غيكون ان شاء الله في المكتب ديالها غادي يكون كل جهه من الجهات 12 ديال المغرب ان شاء الله غيكون ريبريزونتون ديال كل جهه، وغادي باش من بعد نديروا فروع ديال جمعيه الاصدقاء في كل جهه في المغرب ان شاء الله. نعم. أنا غير إضافة لهادشي اللي قال السي الخيراوي، أنا من خلال هذا المنبر التزكية ديال مجموعة المشاهب تعطات للسي الخيراوي، هذا نتاج على حب وتفاني مجموعة المشاهب، وأنا أعتبر فيه سند وأعتبر دعم لمجموعة المشاهب. ثانيا أنا تنقول للجمهور المحبين المشاهب أن المشاهب ما بقاش ديال راسها،
ديال محبيها، واتمنى من الله ان جمعيه المحبين ينبثق على واحد المجلس الاداري، لان احنا الان فهم واحد العد عكسي ديال في التنظيم ديالنا. خاص الاخوان ديال المشاهب الشغل الشاغل ديالي هو نوفر لهم التقاعد ديالهم، لانهم عطاو عطاو. ومن هذا المنبر لهذا النشاط اللي غنديروا اللي مشكور فيه السي عبد الكريم مع الفرقه الالمانيه، راه تنهيب جميع الولاد والعمال اللي غادي نزوروهم سواء في الرباط ولا في فاس ولا مكناس ولا في الدار البيضاء، باش يلتفوا حول مجموعه المشاب حول هذا المشروع الوطني تحت شعار الجهويه الخدمه بالنيه. مزيان هاد الجهويه الخدمه بالنيه. واش غير سي الخيراوي شكرا ليك، عندك اجتماع خرجناك من الاجتماع، سامحنا. الله يجازيك بخير. شكرا في راديو مارس. شكرا في راديو مارس. مرحبا والف مرحبا بك السي الخيراوي. من السي الخيراوي كيف ما قلت من 6:30 وما غير مكالمات مع المستمعين اللي هما محبين المجموعه المشاهب. الاكيد كيف ما قلت ان الاسئله ديالهم كتهمنا في حلقتنا النهار اليوم، كيف انهم يركبوا الرقم 0522 226 226 ولا الرقم 0522 226 225 ويكونوا في لقاء متواصل مع السي شادي اللي كنرحبوا به والسي حمادي والسي كسرى. ناخذوا سفيان. سفيان هو قريب من المجموعه بشكل كبير، نخليكم نتوما اللي تعرفوا عليه وقول لي واش عرفتوه ولا لا. سي سفيان مرحبا بك. اهلا بك. لاباس عليك؟ لاباس عليك. كلشي مزيان الحمد لله. وانا قلت السميه ديالك، انا مازال عطيتهم النص ديال واش غادي يعرفوك ولا ما غاديش يعرفوك. شكون اللي غادي يقول لي شكون هو سفيان؟ يلا سي هذا سفيان كسرى. سفيان كسرى. كسرى سفيان كسرى الابن ديال سي محمد كسرى اللي حاضر اللي حاضر معنا اليوم. مرحبا بك سفيان. الله يبارك فيك. فانت هو اش كيدير؟ دي جي على ما سمعت. دي جي هو موظف دولي وني دي جي. نعم سفيان. وي فاشنو كي تقولنا على مجموعه المشاهب وبالاخص اللي حاضرين معنا اليوم سي الشاذلي والسي حمادي؟ خويا انا تقريبا عرفت المجموعه تقريبا هذه واحد 10 سنين من 99 2000 تقريبا. بديت مع الوالدي تقريبا فاش بدا معاهم تعرفت عليهم. يعني مجموعه اكثر من هادشي اللي عندها، يعني تاريخ تاريخ كبير، خصوصا اخ شاذلي وحمادي والسوسي وما نساوش سعيده. نعم هادو البركه يعني ديال 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 المشاهد. نتمنى الله يطولنا في عمرهم. ونساو المرحوم باطمه. نعم اللي عنده رمز كبير. فالمشاهد سمع ما نقول لك عليهم زعما تقليل، ناس فنانين، ناس غيورين على الفن، يعني كيخدموا شي حاجه اللي فنيه ديال بصح. وبحكم انا دي جي فعندي واحد شويه اذن موسيقيه ف كتعرف شنو اللي كاين. يعني فهم كيخدموا شي حاجه يعني نقيه وما كيخرجوش شي حاجه شي البوم الا من بعد واحد الساعات. فالالبوم الاخر ديالهم تقريبا بقاو فيه في عام ونص لعامين، يعني ماشي البومات ديال 3 شهور ولا شهرين. نعم انا هذا السؤال كنت غادي نسولو للسي سي الشاذلي، يعني شحال وصل، يعني شحال المده ربما ديال باش ديال التحضير ديال هذا الالبوم؟ يعني هو انت عطيتي الجواب، حنا مازال غنرجعوا للالبوم السي سفيان. شكرا ليك. على غير سي سفيان من خلال تتكلم سفيان، فتحيه لمريم وزهيره وسامي في طاليان. يلا تحيه لهم. شكرا ليك سي سفيان، وغادي نفتحوا المجال الان مستمعي الكرام لتدخلاتكم. يعني مازال عندنا فقرات اخرى في حلقتنا النهار اليوم مخصصه فقط للمشاهب. حنا غادي نساليو يعني حتى 7 ديال العشيه مع الصون ان شاء الله فقره الانسبكتور غود غود، نشوفوا شنو من اسئله موجود لضيوفنا للنهار اليوم. نمشيو عند سي محمد ريان من اولا عثمان من فاس. سي عثمان مرحبا بك. الو السلام عليكم. سي عثمان عافاك القص من الراديو، سمعنا من التليفون باش يكون تواصل مزيان. الله يرضي عليك. الو يلا مرحبا بك سي عثمان تفضل. الله يبارك فيك. كيداير بخير؟ الحمد لله. معنا مجموعه المشاهب اليوم، شنو عندك شي سؤال؟ عندك شي حاجه تفضل. المجموعه متميزه كتعجبني بزاف، ديك الشيء علاش عيطت لهم انا دابا، كنشكرهم بزاف. مرحبا. هادشي اللي عندي. تبارك الله عليك. ما عندك شي سؤال سي عثمان؟ لا ما عندي شي. مجموعة متميزة بزاف وصافي ديك الشيء. نعم سي عثمان.
نعم سيدي. مع كسرى غير ان شاء الله نهار 25 غنكون عندكم في قاعة الحرية، ومن خلالكم تحية للسي شباط على المجهود الجبار اللي قام معنا به. ان شاء الله الله يحفظكم. يلا هذه دعوة للمحبين ديال المشاهب ان شاء الله في فاس يحضروا هذه الحفلات. شكرا لك سي عثمان. ناخذ محمد ريان دائما في العاصمة العلمية للمغرب فاس. سي محمد ريان مرحبا بك. مرحبا سي زهير مرة أخرى، تحية مجددة لك كل ضيوفك الكرام. مرحبا ألف مرحبا، تفضل سي محمد ريان. مجموعة المشاهب هي واحدة من المجموعات الرائدة على الصعيد الوطني والعربي، واللي أرخت الفترة الزاهية في منظومة الغناء المغربي الأصيل كلمة أداء لحلا، على اعتبار أن مجموعة المشاهب من المجموعات اللي كتنتقل الكلمات ديالها وكتكون كلها كتماشى مع واقع المجتمع المغربي، وبالتالي كتخلي الجمهور الذواق يتفاعل معهم بشكل كبير. فقط سي زهير أنا كنبغي نسول الإخوان الحاضرين معك في البلاطو، شنو هي علاقتهم مع باقي الإخوان في مجموعة ناس الغيوان وجيل جلالة واستهام؟ واش ما فكرتوش أنكم تديروا شي عمل ضخم كيضم هذه المجموعات كاملة في عمل غادي يكون ربما فريد من نوعه ويكون بمثابة ملحمة وسابقة سماء الفن المغربي؟ جواب الإخوان. بقى معنا سي محمد هو غادي يجاوبك إن شاء الله. مرحبا بكم إن شاء الله 25 يونيو بقاعة الحرية، إن شاء الله نكونوا حاضرين إن شاء الله. سي ريان يعني شكرا على نبل الأخلاق والأسلوب السليس. شكرا. أنا طالب واحد لك، بغيت باش تخلي التليفون ديالك في الكونترول ديال موجود عند موجود. الاخوان باش ان شاء الله اعتبر راسك انك محب غتكون في الجمعيه ديال المحبين ديال المشاهد، وما بتخصص العمل اللي قلتي بالمجموعات نخلي الكلمه الاخوه الشادي لي وسي، لان ربما يكون هذا عمل في الحقيقه بخلاني راني سمعت قبيله انكم كتحاوروا ربما غادي ديروا شي عمل مع مجموعه المانيه ربما يكون اولاد البلاد عاوتاني اولى اننا نديروا شي عمل ضخم يكون اي ارخ ويبقى هكا في التاريخ لهذه المجموعات كامله. نعم. سي سريان محمد ريان نعم. مرحبا بك. معك حمادي ديال المشاهد. متشرفين. انا بغيت نجاوبك على السؤال الاول من بعد نجاوبك على السؤال الثاني ان شاء الله. بالنسبه للعلاقه ديالنا مع الاخوان ناس الغيوان ولا جيل جلاله، فعلاقه اخويه صداقه متينه، هذه لا تناقش هذه القضيه هذه. وبالنسبه للعمل فالمشاهد موجوده اللي نعم. يشتغل معاهم اي واحد فيهم فكر ولا قرر ولا دار مشروع انه يشتغل مع المشاهد فاحنا موجودين. مثلا تجتمعوا بيناتكم وتعرضوا مثلا كشي فكره شي عمل وطني، ما كانش مشكل ما كانش نعم. مشكل. كان دازت واحد المشروع، دازت واحد الفكره ديال ما بين نعم. ناس الغيوان وجيل جلاله، ربما راه خارجه في السيدي كتباع نعم. دازت فكره مزيانه، ولكن الا تكررت على ثلاثه المرات ثلاثه المجموعات غتكون اجمل، غتكون افضل نعم. غتكون اكثر نعم. ولكن نحاول اننا نديروا، انا كنفكر اننا نديروا اوبيرات غنائيه بالناس الغيوان نعم. جيل جلاله وبالمشاهد نعم. نعم. ريت تتحقق هذا من ضمن الحلم ديالي. حنا نتمنوا ان شاء الله نكونوا سعداء جدا الى تحقق هذه الامنيه هذه، اننا نشوفوا مجموعات يعني اللي ربما وكامله ربما القاسم مشترك من هذه المجموعه هي مدينه الدار البيضاء. الحمد لله هي مدينه الدار البيضاء. مازال حنا البعد، البعد ما بقاش كيشكل مشكل نعم. البعد ما بقاش كيشكل مشكل، كتهز الهاتف كتركب الرقم اللي بغيتي ديال الاخ وكيعيط له كيجيك نعم. انا حنا ثلاثه السوايع دابا ما مرقش للدار البيضاء نعم. فنتمنوا جيتي مورك وما فراسيش انا هاد الشيء صح والله ما فراسيش ياك نعم. هاو سي الرئيس نعم. سي الرئيس كيسرى هو يقول لك مرحبا زهير. سيدي سي محمد ريان الاخر تفضل. مثلا مهرجانات ما سبقكمش شاركتكم في مهرجان الموسيقى الروحيه؟ الله ودي شاركنا مع الاخت زينب. زينب هي اللي كانت مديره ديال المهرجان نعم. حضرت حقيقة باب الاعتراف نعم. من نهار تكلف سي شاباط دائما يعني تيحسن التعامل معنا وتنادينا، وباقي تنتذكر على ان مشينا وامر باش نمشيو للفندق من خمسة نجوم، وقال المغاربة اولى بالعناية والاهتمام نعم. الحمد لله. فانا ربما كنت حاضر في الحفل اللي كانوا فيه المشاهب، كانت زينب مديرة المهرجان الموازي لمهرجان الموسيقى الروحية فاس وكان تجاوب كبير كيف العادة، وكيف ما كان تجاوب شحال هذه في الثمانينات وفي التسعينات نفس التجاوب كان ديال الجمهور المغربي في هذا الحفل هذا. سي زهير غير التذكير حتى بالنسبه لهذه الجوله اللي غادي نقوم في هذا الموضوع ديال الجهويه، راه كاتبت انا جمعيه فاس سايس مع كامل الاسف كانت اجابه حتى ما عليهم شويه الضغط، مره اخرى غادي يعاونونا ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا لك سي محمد ريان على التدخل ديالك القيم. فاصل اشهاري ونرجعوا من بعد لعند